نيجي بقى المودي. مودي انت بتعمل ايه؟ انا بعمل فيديوهات كوميدي على التيك توك، واحيانا فيديوهات هادفه بس كوميدي اكتر. بس ما الكوميدي على فكره ممكن تبقى هادفه باي ذا واي. تمام، بس ده اللي بعمله يعني، لان انا كان نفسي في فرصه تمثيل من زمان، بس طبعا ما فيش فرصه، فاتجهت كل صحابي قالوا لي تيك توك اعمل تيك توك، فبعمل افكار كوميدي فبتجيب مشاهدات. انا عايزه اقول ان في ثلاثه عاملين شعرهم زي بعض. معلش يا جماعه انا هقف هنا قدام الموضوع ده ومش قادره. انتوا مش قلتوا لي ده سوشيال ميديا بقى، فانا هفك شويه. يا ام معجبه بالتسريحه بقى، الحلقه بقى دي من اول هاني مدير التيك توك حمو. ايه يا جماعه التسريحه دي بتاعت ومودي؟ ايه يا جماعه الحلقه دي ايه بقى؟ دي الستايل بتاعنا، ستايل تيك توك كده، ستايل انت عادي، انت شويه معتدل، انت طبيعي. ده ايه الحلقه اسمها ايه؟ والله إيه محمد مش محمد رمضان خالص. لا خالص، لا دي حلقه رمضان مفيش. دي حلقه منسقه كده بيدرج من الجناب و اسمها ايه؟ حلقه منسقه منظمه يعني. اه هو اضرب الجناب وارفع من فوق سشوار الشعر وارفع من فوق. بس ده محتاجه ايه؟ الجل بقى وكده. سشوار وبتاع، سشوار وجل وكده. ده انتوا اجمد مننا كتير. طب نشوف مودي بيعمل ايه ونرجع تاني. ازيك يا اسامة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ازيك يا اسامة؟ حلو الفيديو ده، بس انت بتعمل ايفكتس يعني، انت بتعمل صوت الطرقعات ده في ده مجهود يعني. بتعمله فين الحاجات دي، الايفكتس والميوزك والمونتاج ده؟ برنامج على الايفون بنزله، بعمل مونتاج عليه يعني. انا وصاحبي اسمه علي ابو كليله، احنا الاثنين بنصور على طول فيديوهاتنا مع بعض. بيحيي هو علي ابو كليله طبعا، احمد ميسي وعلي ابو كليله وناس. احمد ميسي، احمد ميسي، مين فاول اساميهم؟ قول اساميهم. علي ابو كليله واحمد ميسي ومروان ويوسف حسام وعمر هابيل و خلاص الحلقه خلصت. الحلقه خلصت يا ابني، مش هنقول العيل الشارع كله يعني. بس كده.